عندنا قرابة مليون زيجة سنوية، وعندنا قرابة 250 ألف حالة طلاق سنوية. ده معتمد على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. مع تعقيدات الحياة أكيد الجواز اللي أنا اتجوزته ب 25 سنة ما بقاش هو الجواز اللي ماشي دلوقتي. دلوقتي بقى فيه كشف طبي، وبقى فيه صورتين على القسيمة، وبقى فيه حق وحقك وشروط تتكتب، يحق للزوجة أنها تكتب والزوج أيضا. عايز أقول لك ده مش جديد على الشريعة الإسلامية، ده موجود من أكتر من 1447 سنة، لكن ابتدى يتحط دلوقتي. ورغم ذلك لا تزال هناك نزاعات في المحاكم حول هذه القضية. بيشرفني ضيوف الأعزاء من اليمين أستاذة شيرين محفوظ، المحامية بالنقد والمتخصصة في الأحوال الشخصية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وعلى اليسار صديقي العزيز نقيب المأذونين أستاذ إسلام عامر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. في البداية كده عايز أشاكسك وأنت نقيب المأذونين، هو المأذون يقدر يطلق مراته أو يكتب كتاب على حد؟ لا 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 يجوز. القانون يمنع. لا يجوز نفسه ولا ابنه ولا بنته ولا ابنه ولا بنته. كمان ممنوع. لا ولا لأخوه ولا لأخوه اللي هي اقارب الدرجه الاولى، لا يقدر يجوزهم ولا يطلق له. فاحنا محبوسين برضه. محبوسين يعني ما نقدرش نعمل حاجه. يعني انت لو متجوزه مأذون خلي بالك. طيب لما بيجي لك عريس وعروسه وعايزين يكتبوا الكتاب عند حضرتك، والعروسة بتضع شروط والعريس بيحط شروط، هل انت كمأذون بتتدخل بتقول لا الشروط دي مبالغ فيها، ولا بتكتب لهم اللي هم عايزينه وخلاص؟ لا، هو ما دام ان الشرط لا يحل حراما او لا يحرم حلالا جاز ان انا اكتبه باتفاقهم. طب افرض هي قالت له ما تتجوزش عليا لما تقولي، ما كده بتحرم حلال؟ لا ده ما يتكتبش، واقولها علانية ما يتكتبش. ما فيش حاجة اسمها ما تتجوزش عليا، بحبسه جواها او بمنع شرع ربنا. مريضة لم تنجب، فيها اي حاجة، او اختلفوا مع بعضيهم او مختلفين مع بعضيهم، يبقى ما يتجوزش عليها. وهفترض الجدل ان الشرط ده لو كتب في القسيمة مثلا على سبيل المثال وراح اتجوز عليها، ايه الضرر؟ ولا حاجة. ما يفسدش عقدها حتى. ما يفسدش عقد الزواج. صحيح. ما يفسدش عقدها، لعقدها والعقد الجديد. ما يفسدوش الشرع. ما يفسدوش الشرع. انما في اطار القانون ممكن تقول لا، اصل احنا متفقين ان هو ما يتجوزش عليا، يبقى في الحاله دي اطلق منه، ترفع دعوه طلاق للضرر او دعوه خلع. ايه الشروط اللي بتجيلك في كتابه العقد؟ بدات دلوقتي قائمه المنقولات. ازاي؟ يعني بنكتب في عقد الزواج كاتب الكتاب اللي انت بتكتبه ان انا ليا قايمه مثلا ب 500,000 جنيه؟ لا، هو بص بيه، هو بدا ان الشباب النهارده، ويا ريت وده يمكن اشاره من داخل المحاكم، انا اسف، دعاوى الطلاق والخلع اللي موجوده في المحاكم المية فيهم 88 خلع. اما بتيجي تكتب مقدم الصداق او المهر اللي انت دفعته في الوثيقه، ما احنا بنكتب جنيه والباقي والمؤخر اللي هو المؤجل منه، بيكتب زي ما هم متفقين 50 20 10 100 زي ما بيتفقوا راغبي الزواج، وما بيكتبوش مقدم الصداق. فده سهل عملية الخلع عند الواحدة. عند السوق. رد إليه، مكتوب لي إيه مقدم صداق؟ الجنيه. الجنيه أهو. عشان تصل إن هو دفع إيه، هنخش في تحريات وأستاذتنا عارفة وسورية مقدم الصداق. كتير قوي. فالنهاردة الشاب لما بيكتب هو صرف إيه أو جاب إيه، وقال لك أثبته عشان لما تيجي تخلع يبقى ترد لي حاجتي. فيكتب مهر مثلا 100,000. انا اديتها مهر 100,000، جبت لها فساتين وجبت لها 100,000. يعني هنفترض ان هي ايه النقدي، بلاش العيني، ان انا جبت لها هديه او الى خلافه. طب في النقدي الزوجه بتقبل ده او العروس؟ في بيقبله. بص يا بيه، هقول لحضرتك على حاجه. ان كان كل شاب كل شابه داخلين جواز تجاري بتفشل. داخلين دي خبرتك. داخلين جواز على غش يفشل، يبوء بالفشل. بتبقى حاسس بده كمأذون؟ طبعا. تحس الجوازه دي تجاريه كده. مفيش اتفاق ثقافي اجتماعي بيفشل. ده احد اسباب فشل الزواج. طبعا. ما هو يعني هو فين؟ هي فين؟ هي فين؟ هو فين؟
هو شغال ايه؟ هي معاه مؤهل ايه؟ ما بتنصحش في الحاجات دي؟ تقول لهم خلوا بالكم؟ لا، هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ محمد، يعني انت متخيل يعني واحد جاي بيقول انا خدت هناخد بنت فلان لابني. انت جاي بتسالني بعد ما رحت. فمن ربع المستحيلات ان انا اقول لك اي حاجه، مش هينفع. انما لما تيجي تسالني من بدايتها اقول لك لا والله بنت الاستاذ محمد ناس محترمين وبيت محترم ونعرفهم، لان كل مأذون في منطقته او في قريته عارف الناس كلها، عارفهم كلهم، وعارف مين اللي اتجوزت ومين اللي اتطلقت، ولذلك للمأذون اختصاص مكاني. وبالاخص للزوجه مش للزوج. بس الزوج يقدر يكتب عقده عند اي مأذون؟ بص يا بيه، جاي بيتجوز من منطقتي، وجوبي ان انا اللي اكتب له. ماشي. ليه؟ وحط الاختصاص المكاني للزوجه، لان مشكله الزوجه اكتر من مشكله الزوج. يجوز للزوج ان هو يجمع ما بين زوجتين، انما يجوز للمراه ان تجمع ما بين رجلين؟ لا. ففي اختصاص المكانه عارف ان كانت على ذمه واحد ولا لا؟ لا. مطلقه أم يعني مرمر. اي زوجه راحت لمأذون خارج منطقتها الجغرافيه ما بيتكتب لها ان لم يكن هناك تصريح من المحكمه. من المحكمه؟ من المحكمه، من القاضي. بس مش ده الواقع. احنا بنتكلم على الورقه والقلم. لا بصي، هقول لحضرتك كده بعيد عن الواقع. بيختلف عندي محافظه القاهره في المدن الكبيره يا استاذه والجيزه. انا عندي هنا في الجيزه مصيبه منتحل صفه كتير واسامي مزوره.